النهضة لا تزال تتهرب من الاعتراف بعديد الملفات التي وقع طمسها والتجاوز عليها في القضاء خلال العشرية الفارطة. وما نلاحظه أن النهضة لا زالت تستعمل هذا الخطاب الذي يكابر ويتنكر وينكر كل ما ينسب إليها من فشل خلال 10 سنوات من حكمها المباشر وغير المباشر. وأعتقد أن آن أوان المحاسبة في ظل شفافية وفي ظل قضاء مستقل ونزيه. ما قامت به حركة النهضة والإسلام السياسي والأحزاب التي تحالفت معها على مدى 10 سنوات طمعا في الحكم وطمعا في اقتسام الكعكة هو تدمير كامل للدولة بمؤسساتها. وحركة النهضة بعد 25 جويلية بعد الضربة القاضية التي تلقتها إثر التدابير الاستثنائية ل 25 جويلية حاولت أن تستجدي كل القوى الأجنبية للتدخل السافر في سيادتنا الوطنية أملا منها أن ترجع للمشهد السياسي وترجع للسلطة. وهذا يعني بعد أن فقدوا فيه الأمل تعدوا لمرحلة أخرى، مرحلة تبييض عشرية الخراب وعشرية الفساد.